أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق في مقدمة في كتاب النفقات، وذكرنا أن النفقات هي كفاية إنسان شرعا يكفيه بما أمره الشرع بأن يكفيه، سواء هذا الذي ينفق عليه كان زوجة أو كان أحد الأقرباء أو كان شيئا يملكه من عبيد ومن دواب ونحو ذلك. فيقول العلماء أن النفقات كفاية من يمونه خبزا وأدما ومسكنا وتوابع ذلك، أو معنى الفقه الكفاية في ذلك. والكلام هذا كتاب من كتاب مطالب أولي النهى للرحيباني أو الرحيباني الحنبلي. يقول كتاب النفقات كفاية من يمونه خبزا وأدما ومسكنا وتوابع ذلك. وأصل النفقات زي ما قلنا علماء اللغة الإخراج، إخراج تنفق تخرج. يقول على زوج ما لا غناء لزوجته عنه إجماعا، ما لا غنى للمرأة عنه، يعني عشان ندخل في الموضوع بنعيد بعض هذه الأشياء. ينفق على الزوجة المطيعة وليست الزوجة الناجزة، الزوجة التي هي عنده التي أخذها وهو الآن مسؤول عنها. الزوجة إذا كان في بيت أبيها وأبوها الذي ينفق عليها في هذا الوقت، هذه الآن الولاية الآن زوجها ملزم بالنفق عليها، ويلزمه المأكول والمشروب والكسوة والسكنة بالمعروف. وإذا حصل تنازع فالحاكم يعتبر في ذلك بحسب حال الإثنين. الرجل إذا كان يجد مالا لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزق يبقى الواجد يلزمه أن ينفق من الساعة التي عنده بنفقة المثل، مثل ما ينفق على هذه المرأة، فيعتبر الحاكم الحال أو النفقة بحال الإثنين. ودليل النفقة الآية: ينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى هنا نظرة إلى الرجل، المرأة تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، يلزمه أن ينفق عليها ذلك. إذا كان والله يضيق عليه الأمر يبقى بحسب ما يقولها ابن قدامة في المغني، فيقول: ليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطى أو منع منها بغير عذر، فإذا كان المنع من قبله لازمة النفقة. ده المتن بتاع أبي القاسم الخراقي. ابن قدامة يشرح هذا ويقول: جملة ذلك أن المرأة إذا كان لا يوطيها تسلمها والإنفاق عليها لم يجب ذلك على الزوج. النفقة بحسب أن المرأة مثلها يستمتع بها الرجل، يبقى تذهب إلى بيت الرجل يلزمه التسلم ويلزمه النفقة. لكن إذا كان صغيرة ومثلها لا يستمتع بها، فهي في بيت أبيها لا يلزمه النفقة عليها وهي في بيت أبيها. فإذا كان لا يوطأ مثلها لصغرها لم يجب على الزوج تسلمها. وإن كانت كبيرة فمنعته نفسها أو منعها أولياؤها فلا نفقة لها أيضا. يبقى إما الزوجة تكون صغيرة أو تكون كبيرة، إذا كانت صغيرة فلا يلزمه تسلمها، وما زالت عند أهلها يبقى النفق على أهلها. إذا كانت كبيرة وقالوا له خذها تزوج ادخل بها، لزمه النفقة طالما أنه هو الممتنع أو هو الذي لم يفعل. يبقى إن كانت كبيرة ويلزمه تسلمها وجب عليه أن ينفق عليه. كل موضع لزمته النفقة لزمه تسليم الصداق الحال إذا طولب به، يعني الواجب دفعه الآن. إن الصداق إما حال وإما مؤجل، هنا الحال العاجل، وإذا طلب منه الصداق بتاعها كذا تدفع الآن، أخر هذا الصداق نقول طالما أنه يلزمه التسلم ويلزمه النفقة يلزمه أيضا الصداق. لكن الصداق المؤجل أو المؤخر أو المقسط ليس حالا، يبقى لا يلزمه الآن.
فصل. يجب للمرأة ما تحتاج إليه. كلام ابن قدامة يقول إيه اللي حيلزم الرجل أن يحضر أو يحضر مثله للمرأة؟ يقول يجب للمرأة ما تحتاج إليه من المرص والدهن لرأسها والسدر أو نحوه مما تغتسل به أو تغسل به رأسها، وما يعود بنظافتها لأن ذلك يراد التنظف. فهنا الأشياء التي تريدها لاحتياجاتها للحاجة للتنظف للتطهر ونحو ذلك يجب على الرجل أن يحضرها. طيب، تريد الخضاب، عايزة خضاب، عايزة حنة، هل يلزمه أنه يحضر مثل ذلك؟ هذه أشياء قد يحدث بها خلافات بين الرجل والمرأة في أن المرأة محتاجة أدوات زين، عايزة حالات للزين، والرجل معهوش أو مش عايز يحضر هذه الأشياء، هل يلزمه ذلك؟ هنا الكلام فيما يلزم. يقول أما الخضاب فإن لم يطلبه الزوج منها لم يلزم، يعني هي عايزة تحط حنة لكن الرجل لا يريد هذا الشيء، لا يلزمه أن يحضر ذلك، وليس داخلا تحت النفقة الواجبة. قل النفقة منها واجبة ومنها مستحبة، المستحبة ينفق ما شاء من الأشياء المستحبة، ولكن الواجبة بتكون دائما في حال المنازعة النزاع، إن المرأة تشكو مش عايز يجيب لي كذا، فهنا الحكم اللي بيتدخل للإصلاح هيحكم بإيه؟ هل سيلزم الرجل بذلك أن يلزمك تجيب لها حنة تحني بها شعرها أو تحني بها أيديها، يلزمه هذا الشيء؟ يقول لا، طالما هو لم يطلبه لم يلزمه ذلك، وإن كان الأفضل أن يعني يعينها في ذلك أن تتجمل وتتزين لزوجها. طيب، أما الطيب هل يلزمه يجيب لها طيب وهي في البيت؟ يقول ما يراد منه للقطع السهوكة أو السهوكة، وكلمة سهوكة ما هيش لغة عربية أوي، لكن السهك، السهك والسهك بمعنى الرائحة الكريهة للعرق، الرائحة الكريهة للعرق كدواء العرق يلزمه لأنه يراد للتطيب، وما يراد منه للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه لأن الاستمتاع حق له فلا يجب عليه ما يدعوه إليه. يعني كأنه يقصد ما تحتاج إليه المرأة لإزالة رائحة غير طيبة يلزم أن يأتي بها، زي الصابون ونحو ذلك، أو مزيل للعرق أو شيء إذا كان في عرق رائحة غير طيبة يلزمه ذلك. ما يراد للتلذذ والاستمتاع، عايزة أنواع من الروائح الغالية اللي رائحتها طيبة، ما هو أشلائه. وهنا فرق بين أشياء تزيل العرق، أشياء تزيل النجاسة، أشياء تستخدمها للغسل وغيره، هذا يلزم أن يأتي به. أشياء للترفه يستحب له أن يأتي بذلك، لكن لا يلزم قد تكون أشياء غالية لا يقدر على مثلها، أو يقدر على مثلها ولا يريدها، فهنا لا يلزمه ذلك. يقول ابن قدامة ولا يجب عليه شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه. وهنا نقطة، يعني هتلاقي كل الفقهاء يقولون بهذا الشيء إنه لا يجب عليه شراء الأدوية، يعني إذا مرض هل يجب عليه ذلك؟ هذا مبني عندهم على أمرين. الأمر الأول وهو هل يجب التطبب أصلا، هل واجب التطبب؟ اختلفوا فيه، فأكثر الأقدمين يقول هذا لا يجب. البعض من المتأخرين زي ابن القيم وغيره رحمهم الله يقولون لها هذا واجب وهذا واجب، وكلامهم صحيح، كلامهم صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له الشفاء، علمه من علم وجاهله من جاهل. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال لنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمؤمن يتداوى ويتقوى، هنا إذا كان مريضا كان هزيلا كان ضعيفا لا يقدر على الدفاع عن دينه، لا يقدر على إقامة فرائضه، وهنا طالما بيده أنه يشتري الدواء وهنا يلزم هذا الشيء. يبقى هنا بيقول في شراء الأدوية وأجرة الطبيب وغير ذلك. طيب، إذا قلنا أنه لا يلزمه ذلك، طب من الذي يلزمه؟ يقول هو عليها هي. طيب، عليها يبقى يلزم أن يتركها تتكسر، يبقى يسيبها تتكسر، فإن حبسها رضع اللزوم عليه لأن هي لحقه. يبقى العرف الجاري أن المرأة تتزوج لو علم أبوها هيزوجها من إنسان وقت ما تمرض يقول له قد أنت عليك مش ملوزها، فكأنه هذا معروف عرفا بين الناس،
عرف الجاري بين الناس، والمعروف عرفا كالمشهود شرطا، كالمشهود شرطا بين الناس. ولكن لا مانع من أن يعان الرجل إذا كان والله هي مريضة ومرضا شديدا واحتاج إلى علاج طويل وهو ليس عنده، هنلزمه منين وليس عنده؟ فيعان، يعين أبوها، يعين أخوها، يعين أولياؤها، يبقى نحتاج إلى مثل هذه المسألة في ذلك. أما أن هي مرضت مرض كما يمرض الكثير من الناس وهي محبوسة من أجله في البيت، وبعدين يقول لأبوها تعال أنت مرضها، تعال أنت مرضها، لا، هذا بعيد، هذا بعيد. فالآن، الآن مع العرف الجاري بين الناس على هذا الشيء، فهذا داخل تحت ما المتعارف عليه عند الناس اللي بيزوج بناء عليه. فعلى ذلك يلزم الرجل أنه يطبب المرأة، إذا لم يفعل فليتركها تعمل حتى تطبب نفسها. يبقى على ذلك طالما أنها محبوسة من أجله بلزمه النفقة، من ضمن نفقتها أن يحضر لها الدواء. فصل: وتجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم، ولأنها لابد منها على الدوام فلزمته كالنفقة، وهي معتبرة بكفايتها وليست مقدرة شرعا. يعني الكسوة الشرع الشريعة الحكيمة ما قالتش يكسوها بكذا أو بكذا، ولكن راجع للعرف وللزمن اللي موجود وسياب البلدان يختلف من بلد إلى بلد، إيه اللي بيلبسه هنا ويلبسه هنا، فيلزم كسوة مثلها. ويجب لها المسكن بدليل قوله سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. فالمسكن بالمعروف، والمعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لتستغنى عن المسكن قال للاستتار عن العيون. المعنى يعني أن هذا أصل ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، من وجودكم. قادر على أن تحضر مسكنا، يلزمك أن تحضر المسكن الذي يليق بهذه المرأة ويليق بك أنت. أنت فقير بتحضر المسكن الذي يليق بذلك بحسب الغنى وبحسب الفقر. إن رضيت بالمقام معه مع عسرته أو ترك إنفاقه ثم بدا لها الفسخ. المرأة تزوجت والرجل معسر ما حلتوش حاجة، فرضيت بهذا الشيء مكثت معه، ولكن الأمر طال، الأمر طال وما فيش نفقة ولا يسمح لها بالخروج إنها تعمل بحيث أن تنفق على نفسها. وهنا إما أن ينفق وإما أن يسمح لها بأن تنفق على نفسها. أما أن يحبسها لا هو بينفق ولا إن هي بتنفق تموت من الجوع. فعلى ذلك يقول: إن رضيت بالمقام معه مع أسرته أو مع ترك إنفاقه ثم بدا لها الفسق، أو تزوجت معسرا عادمة بحاله راضية بعسرته وترك إنفاقه، أو شرط عليها ألا ينفق عليها ثم عن لها الفسق، فلها ذلك، فلها ذلك. النفقة حق للمرأة، كونها تنازلت بعد ذلك خلاص هي قاعدة مع الرجل في البيت، ولكن بدا لها بعد ذلك انه لا زهقت من هذا الشيء، ما هو ينفق عليه، تطلب، هل من حقها تطلب الفسخ؟ الراجح ان من حقها تطلب الفسخ، وهذه مساله ليس متفقا عليه. اختلفوا فيها فبعض العلماء، وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله، انها ليس لها الفسخ، انها ليس لها الفسخ. وهذا قول الامام مالك رحمه الله، قالوا لأنها رضيت بعينه، يعني عايز يقول إن هو اتزوجها وهو فقير وقال لها مش هننفق ما حلتيش حاجة، فرضيت بهذا الشيء وتزوجت. بعد فترة مع عدم الإنفاق زهقت، هل من حقها أن هي تطلب الفسخ أو تطلب الطلاق بسبب هذا الضيق اللي هي فيه، ولا خلاص بقى هي يلزمها ذلك؟ فقول الإمام مالك إن خلاص دخلت وهي عالمة يبقى يلزمها ذلك، هذا قول الإمام مالك، وهو الظاهر من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يلزمها ذلك. وبعض الفقهاء من الحنابلة قالوا هذا قياس على العنين، المرأة التي تزوجت إنسانا عنينا وهي تعلم أنه عنين ليس له في النساء ورضيت بذلك خلاص لزمها هذا الشيء، ده القياس اللي في هذه المسألة، وهو قياس مع الفارق وليس صحيح، ليس قياسا صحيح. ليه؟ المرأة المتزوجة عنينا هي عارفة من الأول وإن ده شيء لا يزول، حاجة مش هتزول بقية، فرضيت بهذا الشيء. النفقة العادة أن الإنسان يعمل،
فإذا عمل جاءت النفقة بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، والنفقة متجددة تتجدد لها يومين، النهاردة لها نفقة اليوم، بكرة لها نفقة الغد، بعد غد لها نفقة اليوم اللي هي فيه، فالنفقة تتجدد بكل يوم. فإن رضيت اليوم خلاص هذا شأنها، لكن ما يلزمهاش أن رضيت اليوم ترضى بكرة وترضى بعده وترضى بعده وتفضل على ذلك أنا. فلذلك الفرق بين التي تتزوج عينينا هي دخلة تعلم هذا الشيء، والتي تتزوج إنسانا معسرا بتأمل في فرض الله سبحانه وتعالى، يمكن بكرة يشتغل، يمكن يجيله شغلانة كويسة يصرف عليها، لكن إذا دام الأمر على ذلك، وخاصة إذا كانت ممن مثلها لا يعمل وتحبس في البيت، يبقى هذا ضيق شديد جدا، لا هو بينفق ولا هي لا تشحت ولا تعمل إيه. فعلى ذلك الصواب أن من حقها أن تفسخ، أن تطلب الفسخ في مثل هذه الصورة. وده اللي اختاره أبو محمد بن قدامة رحمه الله، قال وجوب النفقة يتجدد في كل يوم فيتجدد لها الفسخ، ولا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب لها، يعني الواجب لها حاجة اليوم، اللي بكرة واللي بعده واللي السنة الجاية لم يجب لها بعد، بخلاف الوطء هذا في البداية يجب لها بالزواج الوطء، ولكن وليس مثله يطأ، فرضيت بإسقاط حقها هذا حق يسقط على طول، بخلاف النفقة قد تسقط اليوم ولكن لا يلزم سقوط اليوم فيسقط في الغد. يقول إن رضيت بالمقام مع ذلك لم يلزمها التمكين من الاستمتاع، دي حاجة تانية بقى يقولها لنا ابن قدامة، إنه إن رضيت بالمقام على هذا الوضع، رضيت انه طيب مش هينفق، ورضيت طيب هنعيش معك وانت لا تنفق، هل يلزمها تمكنه انه يطأها وانه يجامعها؟ يقول لا، لا يلزمها ذلك، لا يلزمها، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طب انت تلاقي ايه عشان تاخذ منها؟ انت لم تعطيها شيئا، من حقها ان تمتنع عنك لانك لا تنفق عليها. فيقول ان رضيت بالمقام مع ذلك لم يلزمها التمكين من الاستمتاع، لانه لم يسلم اليها عوض ذلك كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع. كذلك الأمر في المهر الحال، المهر الحال إنه عليك مهر تدفع 5000 جنيه، طيب تزود ودخل ولم يدفع لها شيئا، من حقها أنه لا تسلم نفسها إليه، لا تجعله يستمتع بها لغاية ما يدفع لها مهرها، فإذا رضيت بالإسقاط هذا أمرها. طيب الباب اللي بعد ذلك بيقول لنا باب نفقة الأقارب والمماليك. يعني كانت النفقة من الرجل على امرأته، النفقة الشريعة أمر بها لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذه نفقة على الزوجة التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. في نفقة أخرى، النفقة على الأقارب أقرباء الإنسان والمماليك العبيد وكذلك البهائم التي يملكها، أجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين، أجمعوا على وجوب ده كده على الإجمال على الجملة، أجمعوا على وجوب هذه النفقة، لكن هيجي تفصيل إن النفقة على مين، أنهي أب وأنهي ابن. إذا كان الابن شغال وبيقبض أكثر من أبوه بيقبضه، هنلزم الأب ينصرف على ابنه؟ لا، ده يبقى هنا في صورة معينة اللي يلزم الأب أن ينفق على ابن فيها، العكس كذلك، إذا كان الأب ليه معاش وليه مرتب وليه مال كثير والابن ضيق في أمره، لا يلزمه أن ينفق على أبيه، الأب له ماله ينفق على نفسه. يبقى النفقة في حالة الاحتياج، احتياج الأب، احتياج الأم، احتياج، لكن ده ليه معاش وده ليه معاش، وفي هذا الشيء لا يجب النفقة، ولكن يستحب تطيبا لخاطر الأب وتطيبا لخاطر الأم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، ونشوف هذا الكلام. لنا ويجب لها الكسوة في أول كل عام للآية والخبر. الكسوة واجب المرأة، يقال الكسوة بالكسر وبالضم فيها، الكسوة والكسوة لغتان، لأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام، يحتاج إلى الكسوة لحفظ البدن على الدوام، فلزمه كالنفقة فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن ترجيل الكسوة شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلغ. معنى كلامي يعني أنه في أول كل سنة يلزم أن يأتيها بهذه الكسوة.
تملكها بالقبض، تملك النفقة مجرد ما قبضتها ملكت النفقة، ملكت الكسوة أيضا بالقبض كما يملك رب الدين دينه بقبضه. فلا بدل لما سرق أو بلي، فلا بدل لما سرق أو بلي، يعني عايز يقول إنه يلزمه كل سنة الكسوة، فرضنا خدت الكسوة وراحت مقطعاها موزعاها، خلاص عودي بقى خيطيها وعودي بها السنة، والسنة الجديدة يجي لك الكسوة الجديدة. فلذلك يقول لا بدل لما بلي، إذا بلي وحده يبقى من باب أول اللي هي تمزقه أو تمزعه. ده في حالة التشاح، المشاحة بين الرجل والمرأة، أنا لسه جايز الكسوة كل شوية تطلبي مني حاجة وحصل مشاكل، هي كسوة واحدة في السنة الذي يجب عليه. لكن مع الكرم ومع التراضي بين الاثنين إن شاء الله يجلامي الكسوة في السنة. فالكلام هنا اللي يتكلم فيه الفقهاء في حين الاختلاف، أن يختلف الرجل مع المرأة في الشيء، فيقول لنا هي تملك هذه الكسوة وتملك النفقة بالقبض كما يملك رب الدين بينه بقبضه، فلا بدل لما سرق أو بلي، لأنها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره. وإن قضى العام والكسوة باقية، هل ممكن يقول لها ما تستخدم بحالها زي ما هي خليها السنة دي؟ بيقولوا له لا، عليك كسوة أخرى مكانها، إلا بالتراضي، إلا بالتراضي، هي عارفة معروفه ما تسمحش بهذا الشيء، ما تقعدش تزن عليه عايزة كسوة أخرى جديدة. فعليه كسوة العام الجديد اعتبارا بمضي زمان دون حقيقة الحاجة، كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها، وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها، يعني الأشياء التي تحتاج إليها التي تبلى. هنا ابن تيمية له فيها يعني اجتهاد، فيقول هذه أشياء كمعون الدار ومش يجب بقدر الحاجة، قال وعليه العمل. المعنى يعني إذا بليت الثياب واحتاجت، هيقول لها لا خليك قاعدة كده عريانة لغاية السنة الجديدة، علشان الفقهاء بيقولوا كل سنة كسوة، لا لا، الصواب في ذلك أنه بحسب الحاجة. فرضنا أن الكسوة مثل هذه تقعد 5 سنين وتعمر عندها، كل سنة تجيب كسوة تانية مكان هذا الشيء، يبقى هنا راجع للعرف الجاري، العرف الجاري في مثل هذا الشيء، الثياب في وقت من الأوقات الثياب بتعيش فترة طويلة، في وقت تاني تشتري الثوب يتمزق بعد أسبوع أسبوعين، يبقى هنا مش هنقول هذا الثوب مثل هذا الثوب، ولكن بحسب العرف الجاري في ذلك. وده اختيار ابن تيمية، أن هذا كماعون الدار، ماعون الدار، يجيب لها حلة ويجيب لها كبايات ويجيب لها كذا الأشياء، المواعين الموجودة في الدار محتاجة إليها، الكبايات اتكسرت بغير تفريط منها، يفضلوا قاعدين السنة في حالها لغاية السنة الجديدة ما يجيب لها الحاجة، لا، يبقى هنا بحسب الحاجة، الاحتياج الآن يبقى يحضر لها الآن ما يحتاجون إليه. إن مات أو ماتت قبل انقضائه، أي قبل مضي العام، رجع عليها بقسط ما بقي. إن مات أو ماتت قبل انقضاء هذا العام، رجع عليها بقسط ما بقي من العام، لتبين عدم استحقاقه كنفقة تعدلتها. وقدم في الكافي ولا يرجع، هذا أمر صعب أوي إذا يرجع له، يعني خذي كسوة السنة بتاعتك اهي، ادالها حاجة وخذي نفقة السنة كمان. طيب هو مات بعد 2 3 شهور، يقول الآن مال، هو النظرة طبعا نظر الورثة، نظر الورثة، والنظرة إن النفقة متجددة، يعني نفقة كل يوم بيوم، فإذا كان نفقة كل يوم بيومه، يبقى هي الآن أخذت نفقة السنة تملك منها حاجة الواجب على الرجل أن يعطيها، لكن ما لم يجب لم تملكها. فإذا مات الرجل اليوم الورثة وقالوا هات بقيت هذه النفقة اللي موجودة، لأن الآن لا يجب عليه أن ينفق عليه. هنا في نظرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، هو سلم له، فلما سلم ملكت، ملكت شيئا يجب عليه وشيء آخر مستحب، الآن ملكته، إن إذا كان هو لا يرجع فيه وله، إذا أراد أن يرجع ويقول لا ما وجبش هذا الشيء علي الآن أخذه الآن، هذا الزوج مع زوجتي، ولكن إذا توفي هذا الرجل خلاص سلمها وقبضت هذا الشيء، فلا رجوع، لا رجوع لا في هذه الأشياء ولا في غيرها، يبقى ما وجب من نفقة ما وجب من كسوة لا رجوع في مثل ذلك طالما أن الرجل توفي. يقول اختار في الكافي أبو محمد بن قدامة رحمه الله أنه لا يرجع في ذلك، لأنه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم.
إن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن، إن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن منها أو من وليها، وكان ذلك بقدر الواجب عليه، سقطت نفقتها وكسوتها عملا. يمكن استغرب لهذا الكلام اللي يقول إنه أكلت معه عادة وما هي بتأكل وحده وبيأكل وحده مثلا. هنا دائما الفقيه بيتدخل في حال الإيه؟ الخلاف، في حال الخلاف، فهو بيذكر لك حال الخلاف مش حال الاتفاق. حال الاتفاق ان عاد المرأة تاكل مع زوجها هو ياكل اكتر هي تاكل اكتر، في ما جابوش اكل خالص النهارده الاثنين راضيين بهذا الشيء، لا في الاتفاق ما فيش مشاكل، فالفقيه مش محتاج يتكلم في حال الاتفاق. لكن دي في كتب الاخلاق الكلام اللي فيه، انما الكلام في حال المشاحه ان هي عايزه اكلها، لا ما تاكلش معايا الاكل بتاعي، انا عايز اكل حته لحمه كامله واكل كذا كذا، يبقى هنا انت في ايه؟ هيلزمك بهذا الشيء، يلزمك ان تفعل كذا وتفعل كذا. يبقى ان اكلت معه عاده او كساها بلا اذن منها او من وليها، وكان ذلك بقدر الواجب عليه، سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف. ومن غاب عن زوجته مدة فلم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي. إذا سافر ولم يترك لها نفقة، احتاجت أخذت من جيران استلفت أو كذا، لما يرجع تحمله هذا الشيء نفقة الماضي يلزمه ذلك، ولو لم يفرضها الحاج. مش شرط أن ترفع الأمر للقاضي عشان تحاكم زوجها وتفعلي كذا، لا، ولو لم يفرضها الحاكم، لأن هذا مستقر في ذمته فلم تسقط لمضي الزمان كأجرة العقار. ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى رجال من الأجناد، يعني في رجال غابوا عن نسائهم، كتب إلى الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمره بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإذا طلقوا بعثوا بنفقة الماضي. هذا صحيح عن عمر رضي الله عنه، وفي أنه كان يبعث الجيوش ويتابع هؤلاء الجيوش. شوف مدى دقة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وحفظه على المسلمين المجاهدين وعلى أهالي المجاهدين. المجاهد يمكن هو مجاهد في سبيل الله، الجهاد له لذة وله متعة وله مشغلة، يشغل الإنسان عن كل شيء حتى عن أهله وماله، لكن عمر لا، مش هيسيب المجاهد اللي هو مشغول بالجهاد ينشغل عن الأهل. أهله هنا محتاجون، يا إما تبعته زي ما أنت بتقبض وأنت مسافر الآن بتاخد الراتب بتاعك، ابعث لأهلك النفقة بتاعة الأهل. فكتب إليهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا من هؤلاء الذين غابوا عن زوجاتهم. يبقى الرجل أعلب الجهاد وقعد هناك وغاب عن الزوجة، فعمر أرسل يتبعث النفقة يطلق هذه المرأة، فإذا طلقت ابعث نفقة الماضي، مش طلق وخلاص، ابعث عليك نفقة الماضي. وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر أو لا، يعني لعذر أو لغير عذر، لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار. طيب يقول لنا والرجعية مطلقا، والرجعية مطلقا سواء كانت حاملا أو لا، لها السكنة والنفقة والكسوة لأنها زوجة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. يعني المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ما زالت علقة نكاح، باقية بدليل أنه يقول رجع ترجع إليه، سواء أنه هو بإذن وليها ولا بغير إذن وليها، بشهود ولا بغير شهود، بترجع المرأة ولكن يجب عليه أن يشهد. يبقى هنا سواء كانت حاملا أو لا، طالما أن لها السكنة ولها النفقة والكسوة أو أنها لها علقة زواج، قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولأنه يلحق طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق. المعنى أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لو أنه قال أنت علي كظهر أمي لاحقها ذلك ولا يلحقها؟ لاحقها ذلك. فإذا رجعها وقال رجعتك، هل له أن يطأها؟ ليس له أن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار. يبقى دي المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة زيها زي الزوجة. المرأة المطلقة طلاقا بائنا هل لها نفقة؟ الطلقة التالفة نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها لا نفقة لها، لكن إذا كانت حاملا يبقى في نفقة ولا ما فيش؟ من أجل الجنين، من أجل الحمل. ولذلك يقول قال الله عز وجل وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى المرأة المطلقة طلاقا بائنا هي حامل، ينفق عليها لغاية ما تضع حملها، وبعد ذلك في النفقة لهذا الجنين.
وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس قال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. فاطمة بنت قيس كان زوجها سافر اليمن وأرسل إليها بآخر 3 طلقات، المعنى آخر طلقة، طلقة الثالثة وأرسلها إليها وسافر إلى اليمن، وباعت لها شوية أصع من شعير، فكأنها استقلت هذا الشيء، فذهبت تشكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان لها حق عايزة حقها كاملا، ما لهاش حق مش عايزة منه لا الأصع ولا غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، وما أنت لست حاملة يبقى لا نفقة لك. هذا حديث رواه مسلم بمعنى الناشز الحامل كالزوجة. المرأة الناشز لها نفقة؟ الناشز اللي هي العاصية لزوجها، الغير مطيعة لزوجها، اللي خرجت من بيت زوجها رعت عند أهلها ومكست عند أهلها وعايزة ينفق عليها عند أهلها، لا يلزمه ذلك. يبقى يلزمه إذا كان بإذنه، إذا كان بإذنه هو الذي أرسلها، لكن بغير إذنه غضبانة وصيب البيت وقعد عند أهلها يبعد ذلك، لا نفقة لها في ذلك. لكن إذا كانت هذه الناشز حاملا هنقول لا نفقة لها؟ لابد من نفقة من أجل الحمل، من أجل الجنين، زيها زي الزوجة، ولا تسقط نفقة الحمل بنشوز أمه. والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن من حصة الحمل من التركة، إن كانت أنه موسط فلا تجب نفقته على غيره، وإلا فعلى وارثه الموسط خولي على وارث مثل ذلك. هنا إذا توفي الرجل وكانت المرأة حاملا فلها النفقة في خلال هذه الفترة من مال الرجل، من مال الرجل، ليس من ميراثها مال الرجل، مش من ميراث، ده من راس المال كله، من راس المال. فإذا فرضنا هذا توفي ومش سايب حاجة، يبقى ورثت هذا الحمل، ورثت هذا الجنين ينفقون عليه، ينفقون على هذه المرأة حتى تضع حملها، يبقى لها نفقة حتى تضع حملها، مش هيقول خذي نصيبك من ميراث وصرفي على نفسك، لا حمل. فيقول المتوفى عنها زوجها وهي حامل حكمها حكم الزوجة في النفقة والكسوة والمسكن، النفقة والكسوة والمسكن من حصة الحمل من التركة، إن كان فيه لأنه موسر فلا تجب نفقته على غيره، وإلا فعلى وارثه الموسر للقرابة. ونقول إذا توفي الرجل وترك المرأة حاملا وترك إخوة وأخوات له وترك غير، الآن هنقول تقسم الموريث إزاي؟ يقسم هذا الميراث له إخوة وأخوات وترك المرأة حاملة، كيف يقسم هذا المال؟ نقول هنفترض أن هذا الحمل ذكرا، مش كده؟ يبقى المال كله لمين؟ للزوجة والحمل، يبقى إخوة وأخوات ما لهمش حاجة، يبقى هذا ينفق على هذه المرأة، ينفق على، لأنه الآن مال ابنها الذي في بطنها أو بنتها التي في بطنها، وينفق عليها من هذا المال اللي مولود. بعد ذلك نزل الحمل، نبتدي بقى نحسب الحسبة بتاعتنا، الحمل ده كان له قد إيه من هذا المال الوارث، من نصيبه يخصم النفقة والكسوة والسكنة اللي كان مولود. فرضنا أن هذا المتوفى لم يترك شيء، لم يترك شيئا، يبقى نقول على الوارث مثل ذلك. على الورثة اللي بفرض هذا الجنين نزل طفلا ثم توفي وترك مالا، من يرثه؟ فمن كان يرث من العصوات يلزم أن ينفق على هذه المرأة وهي حامل. ولا شيء لغير الحامل منهن، يعني البائن والناشئ والمتوفى عنها، لمفهوم ما سبق. وأما قول عمر ومن وافقه في المبتوتة، يعني عمر رضي الله عنه أجرى المبتوتة على الرجعية، أجرى الحكم جعله واحدا من المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، عليها أن تعتد في بيت زوجها، وعليه أن ينفق عليها الكسوة والنفقة والسكنة. فالمطلقة الطلقة الثالثة فعمر أجراها زي دي، خليكي برضو في المكان اللي انت فيه، تقعدي الثلاث حيضات بتاعتك ويلزموا أن ينفق عليك وكذا. هذا اجتهاد من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، خالفه فيه غيره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لك ولا سكنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقضى به على عمر وعلى غيره. ولذلك يقول هنا قول عمر من وافقه في النفقة على المرأة المفتوتة المطلقة الطلقة الثالثة فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما، والحجة معهما في حديث فاطمة بنت قيس. ولأن النفقة للحمل
فتجب بوجوده وتسقط بعدمه. طيب، وتسقط بمضي الزمان كسائر الأقارب. كسائر الأقارب يعني عايز يقول إنه إذا مضى الزمان سقطت هذه ما لم تستدن بإذن الحاكم أو تنفق بنية الرجوع. طيب، النفقة إذا المرأة عدى وهي رضيت بهذا الشيء خلاص سقطت عنها أو سقطت عنه طالما رضيت المرأة بذلك، لكن لم ترضى، لا أنا لي نفقة، أنا كنت بستلف من الناس عايز هذا المال إلا أنا استلمته، الراجح أنها لا تسقط نفقة هنا، يلزمه أن يسد هذه الديون التي عليه. قال المنقح، يعني يقصد في كتاب التنقيح بتاع المرداوي الحنبلي، ما لم تستدل بإذن حاكم أو تنفق هنا، كأن الراجح في هذه المسألة اللي بيرجحه المرداوي أنها إذا استدانت بإذن الحاكم على رجل غاب، فالحاكم قال لها تصرفي ولما يرجع نلزمه بهذا الشيء، فرجع يلزمه ذلك، أو أنها أنفقت بنية الرجوع، أنفقت بنية الرجوع، المعنى أنه عايز يفرق بين المرأة بتنفق وخلاص مش عايزة حاجة، أو بتنفق على نية أنه لما يرجع هتاخد منه هذا الشيء فلا تسقط النفقة في ذلك، يبقى أولى أن يقول لا تسقط النفقة. رضيت المرأة بإسقاطها، هذا الأولى في ذلك. طيب، يقول لنا شيخ رحباني في مطالب النهى، وتسقط نفقة حامل بمضي الزمان. هو مطالب النهى شرح غاية المنتهى، غاية المنتهى هو الشيخ مرعي بطل، الشيخ مرعي يقول وتسقط، الشيخ مرعي يقول بمضي الزمان ما لم تستدل، ويتجه كلام الشيخ مرعي يقول يتجه بلا إذن حاكم، يقول لقيامها عنه بواجب، لقيامها عنه بواجب. قال ذكره في الإرشاد له الشريف ابن أبي موسى، وتبعه في الفروع وفي المنتهى كذلك، يعني كأنه الراجح في ذلك أن المرأة إذا الرجل لم ينفق نفقت ما مضى إلا إذا رضيت المرأة بالإسقاط، إذا رضيت المرأة بالإسقاط خلاص، لكن إذا لم ترضى يلزمه أن يعوضها عن هذا الموضوع. يقول ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج. هنا نقطة ثانية، لا نفقة لمن سافرت لحاجتها، يعني مرأة فترة الرجل محتاج إليها في البيت ولكنه يتحرج أن يقول لها لا عايز تروحي تقعدي عند أبوك، روحي، راحت تنقذ أسبوع، هل يلزم النفقة في هذا الشيء؟ يقول لا يلزم، ليس لحاجة الرجل، هي حين تكون محبوسة لحاجة الرجل يلزمه الإنفاق عليها، ليس المحبوسة لحاجته، هي التي تريد هذا الشيء، إذا أنا من البيت شوية مش عايز أقعد في البيت، الأفضل في ذلك أن ينفق الرجل، الأفضل أن ينفق، يعني مش دائما نقول إذا حصل تشاح وحصل مشاكل، هنا الفقيه يتدخل بأنه يلزم ولا لا يلزم، ولكن العرف الجاري من الناس إذن المرأة قد تمل وقتها تحب تروح أو حار عند أهلي يومين ثلاثة، فهنا يستحب أن ينفق عليها في ذلك. لكن إذا كان هو الذي يقول لها روحي عودي عند أهلك، عودي لك من ثلاثة عند أهلك، تقول لا أنا قاعدة هنا في البيت، لا روحي، هنا يلزمه أن ينفق، هو اللي أرسلها هنا يلزمه أن ينفق عليها في هذه الحال. يقول ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة، لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج، يعني عايز يقول إيه مثلا، سبنا من نزهة دي أو زيارة، مسافرة لعمرة أو لحج، مسافرة لعمرة أو لحج، هنا العمرة الواجبة عليها هي معها مال وأرادت أنها تعتمر، معها مال وأرادت أنها تحج، فإذا أرادت السفر للحج في خلال ما هي في فترة الحج هل يلزم الزوج أن ينفق عليها؟ هنا ليست حاجة له، مش حاجة هو أنها تحج تروح تحج، هي عبادة لها، هو أذن لها أن تحج لأنه يلزمه شرعا هذا الشيء، طالما أن معها مال تحج خلاص تصرف على نفسها وهي تحج، لا يلزمه النفقة في خلال فترة ما هي بتحج. كذلك إذا كان هذا في الحج بأي سفر من الأسفار التي تسافر لمصلحتها هي، لمصلحتها هي، فلا يلزمه ذلك، لكن هو أحب أنه هو اللي يحججها وهو اللي ينفق عليها، هذا حسن وهذا جميل وله أجر عظيم في ذلك. يقول إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا منها، إلا أن يكون مسافرا، يعني هي مسافرة هو معها، فعلى ذلك يلزمه الإنفاق عليه.
إن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها. هذه مشكلة بقى المشاكل اللي يعني حلها بالبينة والدعوة فيها شيء. يعني الرجل يدعي أنها ناشز والمرأة تقول لا أنا مطيع. المرأة بتقول بقاله شهر ما بيدفع ليش مالك، ما بينفقش على البيت، لا هي أخذت وهي بتكذب. هنا هنعرف منين الرجل والمرأة الاثنين في البيت وإحنا خارج البيت، هنعرف منين اللي بيحصل بداخل البيت، مين فيهم الكذاب ومن فيهم الصادق. فهو أجرى القضية على حديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. يبقى هنا ولكن اليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهي لتدعي عليه شيئا أنه لا ينفقه، أو هو يدعي عليها أنه أعطاها هذا المال. هننظر إزاي فيها. البينة على المدعي هو بيقول دفعت لها المال، هي تقول لها لم أخذ منه شيء. هي تدعي تقول هو لا ينفق، لا ينفق، ويقول بل أنا أنفق، وينكر الدعوة التي تقولها. مين حنقول المدعي ومين المدعى عليه؟ مين الذي ينكر القول؟ نثبت هذا الأمر إزاي؟ هو بيختار هنا، يقول قولها بيمينها، القول قولها بيمينها. والله لو كانت كذابة هتقعد كل شوية تسحب منه مال، مش هنخلص بقى من قضية المرأة مع زوجها. كل شوية تحلف والله ما اداني يروح نغرمه، والله ما اداني نغرمه. ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله يقولان القول قول من يشهد له العرف، لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق. ده كلام جميل من ابن تيمية وابن القيم. يقول القول قول من يشهد له العرف، يشهد له العرف. إيه الأمر ده؟ يقولنا هنا تعارض أصل وتعارض ظاهر. تعارض أصل يعني عايز يقول الأصل إن الرجل ينفق، الأصل هذا الشيء. طيب ظاهر الحال من الاثنين أن المرأة سكتة بقى لها فترة، يبقى على هذا الظاهر الرجل بينفق. لا، المرأة الآن بتتكلم وتقول إنه ما بينفقش حاجة، والرجل يقول لا بل أنا أنفق. هذا يقول لنا ننظر للعرف الجاري في هذا الشيء. هل العرف الجاري إن الرجل بيدفع النفقة كل يوم وهذا العادة، هو بيجيب الأكل كل يوم ويسيبه في البيت، العرف جاري بهذا الشيء وهي ساكتة والحال ماشي على هذا الأمر، يبقى على ذلك الأصل هو بينفق عليه، الأصل أنه ينفق عليها. فإذا ادعت خلاف ذلك يبقى نقول نحلف مين فيهما؟ نقول جرى الأصل على أن الرجل منفق في ذلك، فهي تدعي عليك عدم الإنفاق وهو ينكر دعواها، يحلف الرجل على أنها كاذبة في هذا الذي تقوله. فيقول تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية لهذا الشيء. عايز يقول يعني أن كل النساء بيجي رجل النهاردة ما جابش حاجة هي راضية لهذا الشيء، خلاص هات بكرة، ما جابش النهاردة، نسيت الأكل النهاردة، نسيت أجيب عيش النهاردة. العادة أنه ماشي الحال ماشي طالما أنه هي راضية عن زوجها هو راضي عنها. لكن في وقت الشقاق بين الاثنين تحصل المشاكل فيها. هتيجي في هذا الوقت وتقول له اديني نفقت بقالك سنة ما تنفقش، بقالك سنة، طب ما انت راضي بقالك سنة وسكتة في هذا الشيء. فهل سنقضي على هذا الرجل انه ادفع نفقت سنة مع ان الظاهر انها راضية في هذا الوقت؟ فبيقول انه لا. اذا والله في دعوة وفي شهود، كل شوية بشتكي للجيران والجيران عارفين، ما فيش حل يبقى في هذه الحالة، لا ده في شهود لها يشهدون أن الرجل له فترة لا يدفع فنلزمه بهذا الشيء. ولكن إذا لم يوجد ما يدل على صدقها يبقى رجحنا جانب الرجل، إن الأصل أنه بينفق عليها وأنها راضية، فرضاها وسكوتها دليل على أنه ينفق وإلي مسكتها من زمان. لا، إن عكس الأمر والحال إنه لا ده هو الرجل ده من زمان ما بينفقش، معروف بهذا الشيء، ورجعناها له بالعافية، فكأن الأصل إن هذا في صورة أنه لا ينفق، على ذلك نقضي عليه بقولها هي في ذلك مع يمينها. يبقى بحسب من الأقوى ظاهرا غلبنا يمينه معه. متى أعسر بنفقة المعسر أو مسكنه أو كسوته، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها، فلها الفسق فورا ومتراخيا. يعني الأمر مش بالبساطة دي، إن هي الرجل غاب شوية عايز أفسق، لا ده هنا إذا حصل ضرر،
إذا حصل ضرر بسبب هذا الشيء، لعل الرجل غاب فترة وله عذر في هذا الشيء، ذهب لمكان منعه من الرجوع مش قادر أن هو يرجع، فإذا المرأة صبرت كان خيرا لها. ولكن الصبر في حدود للمرأة، أن نقول لها اصبري صبرت شهرا صبرت سنة ولكن تصبر العمر كله، هذا صعب. يبقى هنا إذا تأذت المرأة وتضررت بالصبر على ذلك من حقها أن تفسخ، ولذلك الفقهاء يقولون أن لها الفسخ إما فورا مجرد ما حست أنها تضررت بهذا الشيء، أو متراخيا تصبر شوية للحوق الضرر الغالب بذلك، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة. يعني عمر لما أرسل الأجناد يترجعوا يطلقوا، إذا طلقتم تبعثون نفقة الماضي. قال لقوله تعالى فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وفيه حديث أبي هريرة حديث صحيح، والحديث اللي بعده عن أبي هريرة في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، هذا ضعيف هذا ضعيف، والتفريق مش ببساطة إنه مجرد أنه لا يجد ما ينفق خلاص فرق بين إلا، ولكن يصبر، لأن ما من بيت إلا وفيه ذلك. كل بيوت الناس حالة يجدون حالة لا يجدون، والصحابة كان يجي عليهم أحيانا يجدون، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يجي عليه وقت لا يجد ووقت يجد عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك الأمر شيء مجرد، فقط المرأة تقول أنا مضررة طلقني، ولكن تصبر، فإذا تحقق الضرر يبقى في هذه الحالة من حقها أن تطلب الفسخ. سئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال نعم، قيل سنة قال سنة. هذا قول سعيد بن المسيب، إذا كان الرجل لا يجد ويعني يتعذر عليه ذلك وحيقعد فترة طويلة، ما هو زي بعض الناس يتزوجوا بعدين قعد بالشغل مش شغال، اطلع اشتغل بالشغال، قعد المرأة تستدين شمال ويمين والحال ماشي على ذلك، هو يرفض العمل من حقها أن تطلب الطلاق أو تطلب الفسخ بسبب ذلك. قال ابن المنذر ثبت أن عمر رضي الله عنه كتب إلى رجال من الأجناد أو رجال الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، وده صحيح. لا يصح بلا حاكم الفسخ لأنه مختلف فيه، يعني المرأة مش هتيجي تقول خلاص فسخت وروح لحالك وانا لحالي، لا، ده هذا امر مختلف، هل من حقها الفسخ ولا مش من حقها؟ طالما اختلف العلماء فالحاكم اللي بيرجح يبقى القاضي هو اللي بيثبت الضرر، سواء ان هو يطلق ولا ان هو يفسخ. قال لانه مختلف فيه فلم يجد غير حاكم كالفسخ للعلم. فيفسخ بطلبها او تفسخ بامره، يفسخ الحاكم بطلبها أو تفسخ بأمره. الآن ما فيش حاجة اسمها تفسخ بأمره، الآن القاضي هو اللي بيحكم بهذا الشيء بالطلاق في مثل هذه المسألة أو بالفسخ فيها. وإن امتنع الموسع من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها، وهذا أفضل من رفع الأمر للقاضي، هذا أفضل من رفع الأمر للقاضي. رفع الأمر للقاضي حيبقى فيه شيء معاندة بين المرأة وبين الرجل، مش هتستقيم العشرة بعد ذلك. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما شكت هند بنت عتبة زوجها أبا سفيان وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هنا ما قالش طيب ابعتي هديه، بس يحقق بين على المدعي واليمين على من أنكر، ما تحصل مشكلة، تحصل مشكلة. وإن مش كل رجل يقبل إن المرأة تروح تشكول للحاكم أو للقاضي وإنه هيقبل يعيش معها بعد ذلك وهي شاكية وفضحة وكذا. فلذلك كانت الحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يحققش في الأمر إن هاتوا أبو سفيان ونسأله، لا، ولكن يقول لها إن كنت صادقة في هذا الذي تقولين يبقى خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فهو صدقها في قولها أنها صادقة، يبقى خذي بقدر النفقة طالما أن له مال، مال موجود في البيت أفضل من الشكوى والحكم في ذلك. فرخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه لأنه موضع حاجة لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها، وتتجدد بتجدد الزمن. يعني عايز يقول الحاكم فرضنا فرض لها نفقة أسبوع أسبوعين نفقة شهر، والنفقة متجددة، يمكن هو الحاكم حيفرض لها شهرين ثلاثة وتكون ناشزة في الشهر اللي بعده والشهر اللي بعده، ما لا تستحق النفقة في ذلك. فعلى ذلك يقول أولى من حكم الحاكم، الأولى أن المرأة تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. ولا يصح بلا حاكم
ولا يصح بلا حاكم، يعني إذا حصل الفسخ الحاكم هو الذي يفسخه حتى يكون الأمر إذا انفسخ هذا جاز لها أن تتزوج. إذا كان أمرا مختلفا فيه وهي أخذت، يجي الحاكم يرجعها لزوجها تاني، يبقى على ذمة الرجلين ما ينفعش. فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره وإن امتنع الموسط، وذكرنا الحديث اللي فيه. طيب يذكر لنا في كتاب مطالب أولي النهى النفقة، ويبتدي يفصل هذه النفقة اللي بتكون. يقول لو كانت المرأة معتدة من وطئ شبهة ويتجه ولم تحمل من وطئ الشبهة، يعني عايز يقول واحدة متزوجة مع زوجها وبعدين حصل أن وطئت وطأ شبهة بأي سبب من الأسباب، الآن النفقة في خلال العدة بتاعتها من وطئ الشبهة تكون على من؟ على من؟ هنا نفرق بين أنها حملت ولا لم تحمل. إذا حملت الحمل هذا ينسب لمين؟ للواطئ، من وطئ الشبهة، يبقى النفقة على مين؟ على الواطئ، النفقة على الواطئ. لكن إذا لم تحمل من ذلك فهي مع زوجها أصلا، وإن كان زوجها لا يجوز له أن يستمتع بها الآن بالوطئ، فيقول لنا إذا حملت فنفقتها على من أحبلها، لكن إن لم تحمل فالنفقة على زوجها، النفقة على زوجها. إذا كانت غير مطاوعة، فإذا وطئت بشبهة كان الواطئ عنده شبهة، ولكن هي لا، ما عندها الشبهة ولا غيره، يبقى هي وقعت في الزنا والعياذ بالله، فهي مطاوعة في هذا الشيء فلا نفقة لها في ذلك، فلا نفقة لها. طيب رجعنا للنفقة، بيقول لنا الواجب على الرجل أن يعطيها كفايتها خبزا خاصا بأدمه المعتاد لمثلها، الأدم الإدام يعني الأدم، ولحما وما يحتاج إليه في طبخه. ده بيفصل إيه النفقة اللي يعطيها، أو إذا دفع لها مالا هيكون مال لإيه اللي تأكله هذه المرأة. بنقول النفقة نفقة المثل، في ناس النفقة بتاعتهم قليلة، فقراء، في وسط، في أغنياء، فهو بيضرب لك مثالا لكل صورة من الصور، بيعطي الحاكم إنه إذا فرض يقول حنفرض لهذه المرأة النفقة في حال الشقاق، يبقى كل شهر يدفع لها قد إيه يدفع لها؟ هل ببساطة كده هيقول يدفع لها 50 جنيه كل شهر، 100 جنيه كل شهر، 1000 جنيه كل شهر؟ هنا إزاي بيحدد هذا الشهر؟ إزاي بيحدد؟ فهنا بيضرب لك الصورة المرأة تحتاج لإيه، بناء عليه القاضي حيحكم النفقة تكون لهذه قد إيه في الشهر. يبقى هو حيحسب إن مثل هذه حتاكل في الأسبوع الوجبة واحدة لحمة، وباقي الأسبوع حتاكل فول وفلافل وتاكل كذا، يبقى ده يتكلف قد إيه خلالها، يبقى في الشهر قد إيه يبقى لها النفقة كذا. يبقى هنا على ذلك بيضرب النفقة بحسب ما تحتاج هذه المرأة وبحسب الرجل معه من المال، هل هو من أصحاب الغنى ولا دون ذلك. فيقول إذا كان من الموسدين يعطيها كفايتها خبزا خاصا بأدمه المعتاد لمثلها، ولحما يحتاج إليه في طبخه كعادة الموسدين بمحلهما كل جمعة مرتين. قال والزوجة المتبرمة من أدم تنقل إلى أدم غيره، يعني المعنى انه هل حيلزمها اكله معينه هي بس الاكل اللي يجيبها لها؟ اذا كان فرضنا ان الحاكم حيفرض يجيب لها الاكل الفلاني كل يوم حيجيب لها هذا الاكل، ولا يتنوع الطعام، يبقى باعتبار انه لابد من التنوع، ما فيش حد بيعيش على طعام واحد، يبقى لابد من يبقى القاضي وهو يفرض لها حيفرض والله ممكن تاكل ايه النهارده، تاكل ايه بكره، تاكل ايه بعده، مثلها تاكل لحمه كم مره في الشهر او كم مره في الاسبوع او كذا، فيفرض لها بناء على هذا الشيء. طيب هذا في يقول وكذلك المعون يفرض لها إذا كان في الخلاف إن البيت ما فيهوش حادث، لا في شوك ولا سكين ولا في معالق ولا في تحيكله زي هؤلاء، يفرض لها ذلك من معون الدار، ويكتفى بمعون خزف أو خشب أو حسب العرف الجاري في مثل ذلك. ويفرض الحاكم لموسرة من الكسوة ما تلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وجيد قطن وأقله
قميص وسراويل وطرح. هذا طبعا راجع للعرف الجاري، المرأة تلبس إيه في هذا الزمان، يبقى مثل ما تلبس في البيت إيه الذي ترتديه في بيتها، فمثله يفرض له. قال وكذلك مداس وجبة للشتاء، يعني كأنه يقول لما يفرض لها بيفرض في الصيف بتلبس إيه يبقى لبس الصيف، في الشتاء بتلبس إيه يبقى لبس الشتاء، يعني لبس الذي يكفيها سنة، ما هوش لبس الذي للعمر كله ولكن الذي يكفيها سنة. يقول وتزال من عدد ثياب ما جرت عادة بلبسه، يبقى رجع للعادة أيضا في ذلك، يبقى النفقة التي سيفرضها الحاكم لها النفقة طعام وشراب القدر بتاعه، كذلك الكسوة لها، كذلك المسكن. شوف هنا بيقول لنا ولا يجب عليه تحصيل ثياب معدة لتجمل وزينة، يعني الثياب اللي تلبس للصيف والثياب اللي تلبس طيب اتفقنا عليها، هل يجب عليه بقى ثياب زيادة فوق ذلك، ثياب للزينة؟ الزينة هذا تتزين لزوجها، ما بتزينش نفسها ولا لأولادها، إنما الزينة لزوجها، فيحضر لها ما تتزين به له هو، فرضا هو لا يريد هذا الشيء فلا يلزمه. يبقى الكسوة الواجبة شيء وثياب الزينة اللي فوق ذلك شيء آخر، فلا يجب ما زاد على الثياب التي تحتاجها للباس في الصيف وفي الشتاء. يقول ولا يجب عليه شراء خف وإزار للزوجة لأنه لم يبنى أمرها على الخروج، يعني عايز يقول حيجيب لها مداس الحاجة اللي حتلبسها وهي خارجة في البلد، رايحة لأبيها رايحة لأمها في ما. لكن كانوا في الماضي إذا خرجوا للسفر المرأة تلبس الخف، هل يلزموا يجيب لها هذا؟ لا، هي مش هتسافر أصلا كل يوم عشان يلزموا هذا الشيء، لما يبقى وقت السفر يبقى يلزموا. فعايز يعني يقول إن الأصل أنها ماكسة في بيتها، فيحضر لها ما تحتاجه، تخرج إلى السوق يبقى مثل هذه الأشياء التي تحتاج إليها في خروج إلى السوق ونحو ذلك. طيب كذلك في النوم، أقل ما يفرض للنوم فراش ولحاف ومخدة، هذا محشو ذلك بالقطن، يعني عايز يقول إذا ما جابش حاجة وتزودها وأخذها وقعدها على البلاط، الحاكم يفرض لها إيه؟ هيفرض لها عفش مثلها، عفش مثلها، يبقى مثلها تحتاج لإيه؟ في الماضي كان تحتاج إلى هذا الشيء، الآن تحتاج إلى أكثر من ذلك، يبقى ما كان حاجة لمثلها يلزمه أن يأتي بمثل هذا الشيء. هنا فرضنا أن إنسانا تزوج وما دفعش مهرا ولا شيء، أو دفع مهرا قليلا على أنه هو يجهز، ولما جه في وقت التجهيز ما جابش حاجة، دخل في البيت، البيت على البلاط وعدي كده، هنا الحاكم أو القاضي إذا رفع الأمر إليه يلزمه أن يفرض لها ما يكون العرف جاري بالسجاد بالنظر للاثنين، هو قدرته قد إيه وهي حاجتها لإيه، يبقى الوسط ما بين ذلك. طيب كده خلصنا، ندخل في اللي بعدها ولا لسه في حاجة تانية ما قلناهاش؟ خلاص كده؟ طيب باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. يقول أجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين، حكاه ابن المنذر وغيره لقوله تعالى وبالوالدين إحسان، ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما عند حاجتهما، هنا الإنفاق مع الحاجة، إنفاق عند الحاجة. وقال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعن عائشة رضي الله عنها إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا القرآن بيذكر لنا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لأنها فقط للحمل، يبقى هنا على المولود له رزقهن، ينفق على المرأة بسبب الحمل الذي في بطنها، وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فالرجل يأكل من طعام ابنه، هذا من أفضل ما كسب، يخلف الولد والولد يعمل وينفق على أبيه. يجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف. النظر في هذا الباب، باب النفقات،
يحس الإسلام دين عظيم جدا، دين عظيم، دين فيه التكافل بين الخلق، دين فيه الرحمة. يلزم الابن أن ينفق على أبيه إذا أبوه احتاج، الابن ينفق على جده إذا جده احتاج، الأب ينفق على ابنه وعلى حفيده إذا كانوا محتاجين والأب واجدا. هذا في ديننا العظيم، نفق على الأب على الأم على الأخ على الأخت إذا احتاجوا وكان هذا واجبا. واجبا ما فيش حاجة اسمها إنه الأب لا ما ارميه، ما فيش هذا الشيء في الإسلام، ولكن يلزم وحتشوفوا إزاي إنه يلزم الأولاد إنه يتجمعوا وينفقوا على الأب، أنت عليك كذا وأنت عليك كذا وأنت عليك كذا، كذلك على العم، كذلك على من يلزمهم نفقته، ولا يترك إنسان من المسلمين يضيع وله أقرباء واجدين ينفقون عليه. كبر ارميه في دار المسلمين وسيبه، لا، كلما كبر في السن كلما كان الاحترام أكثر، كلما كانت الرحمة أكثر، كلما تبني لنفسك في المستقبل ستكون مثله وتحتاج ما يبعون المعاملة بالمثل، التذكرة إن لك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. شوفوا الفرق بين الإسلام وبين غيره من القوانين وغيره اللي يجعل الإنسان أنا حر، ما ليش إلا نفق على نفسي وما ليش دخل بغيره. الأب محتاج أنا ما يحط في دار مسلمين وهم يصرفوا عليه بعد ذلك، الدولة تبقى تصرف عليه وما ليش دخل بيه. الإسلام ينظر إلى الرحمة، التكافل الاجتماعي، إن ما تقدمه من معروف ستنتفع به في الدنيا وفي الآخرة، وإن لم تقدم ستجازى وتحاسب وتعاقب على هذا الشيء في الدنيا، خاف من الله عز وجل فيخرج ما وجب عليه من نفقه. يقول لنا هنا يجب على القريب نفقته أقربائه أو أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب ثم أوجب على الوارث مثل ذلك. روى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أضر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك، وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصول. هنا الحديث معناه صحيح نصح من أحاديث أخرى، ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ إسناده في كليب منفعة، لم يوثق هذا هو كليب إلا ابن حبان، إنما المعنى صحيح، المعنى صحيح حتأتي في أحاديث أخرى. قضى عمر رضي الله عنه على بني عم من منفوس بنفقته. قضى عمر رضي الله عنه على بني عم من منفوس بنفقته. منفوس معنى مولود، يعني مولود، وهنا كأنه في نفاسه، كأن هذا ابن العم مات أبوه وهو في نفاسه، يبقى هو مولود وأبوه مش مولود الآن، فقضى مين ينفق عليه؟ أبناء عمه ينفقون عليه ولا يضيعونه. النفقة هذه بثلاثة شروط، النفقة الابن على أبيه، الأب على ابنه، القريب على قريبه، النفقة هذه بثلاث شروط، إذا وليت هذه الشروط وجبت النفقة. الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. فإذا كان هذا الأب ولا الابن ولا الأخ ولا غيره له مال أو له كسب، في فرق بين الاثنين ولا ما فيش؟ إيه الفرق بين المال والكسب؟ المال ثروة، الكسب قوة بدن يقدر معها على العمل، يبقى هنا قد لا يكون معه مال في جيبه ولكن اطلع السوق اشتغل هتجيب مال، يبقى على ذلك هذا رجل يكسب، يبقى هذا من له كسب لا يجب الانفاق عليه، يبقى الواجب الانفاق على من لا مال له ولا كسب له لانها مواساة فلا تستحق مع الغناء عنها.
يبقى وجوب النفقة من القريب على أقربائه بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. الشرط الثاني أن يكون المنفق غني. الشرط الأولاني أن يكون هؤلاء فقراء، إذا كانوا أغنياء لا يجب عليه أن ينفق، نفقة تكون على وجه المواساة، والمواساة مش هتبقى للغني ولكن تكون للفقير. الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو بكسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورفيقه يومه ورقيقه يومه وليلته. يومه وليلته يعني إذا كان هو يحتاج لهذا الطعام ابدأ بنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك مش هنقول له روح انفق على عمك وعياله محتاجين، يبقى العيال الأول بعد ذلك ينفق على الأبعد. يبقى أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو بكسبه وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. طيب كذلك الكسوة والسكنة، وكسوتهم وسكناهم، لحديث جابر مرفوعا إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. إذا هنا تتجاوز عن نفسك إلى من هو أبعد بحسب ما يسر الله عز وجل، كان وجد الفضل، ما فيش فضل ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل يعني إن وجد كان هنا تام، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل إن وجد فضل فعلى قرابته على الأقربين. الحديث صحيح. وفي لفظ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، واللفظ الحديث ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول هذه صحيح. ولأن وجوب النفقة على القريب على سبيل المواساة يجب أن تكون في الفاضل لا في الفضل عن الحاجة الأصلية، يعني ليس في المال الأصلي. طيب إذا كان الشرط الأولاني اللي أنت هتعطيه لابد يكونون فقراء، تكون أنت غنيا. ثالث حاجة حتى نوجب عليك أن يكون هؤلاء وارثين، أن يكونوا وارثين إما بفرض أو بتعصيب، إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقة. الأصول اللي هم الأباء، الأب والأم، الجد والجدة بمحض العلو. الفروع الأبناء والأحفاد، الأبناء والمعاري سواء وارثين أو غير وارثين، لاحظ أنه قد يكون الجد ابنه مولود، هو أبوك مولود، أو أبوك مش مولود، عمك مولود ابن هذا الجد ولكنه فقير، يبقى النفقة تنتقل، يبقى عليك أنت هذه النفقة. مع أن هنا ممكن تقول أنه إذا مات هذا الجد مش أنا الحارس، هيورث عمي، ولكن مع ذلك يلزمك أن أنت تنفق عليه طالما أنك غني وهو فقير محتاج، وليس هناك من هو أقرب منك ليجب عليه النفقة. أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب، إلا الأصول والفروع، فتجب لهم وعليهم مطلقا سواء ورثوا أو لا لعموم ما تقدم. الأصول والفروع يدخل الأجداد وأولاد الأولاد في اسم الآباء والأولاد. قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وبيننا وبين إبراهيم آلاف السنين. وقال يا بني آدم، أبونا آدم وبيننا وبينه الآلاف. يا بني إسرائيل كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد، وهو حفيده.